بحث طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ونائب رئيس شركة شيل العالمية سيدريك كريمرز ورئيس شركة شيل مصر دانيال جابري أنشطة الشركة وخططها المستقبلية في ظل تكثيف الشركة لعملياتها في مصر وخاصة تنمية الأبار. وخلال اللقاء أكد الملا أن شركة شيل شريك استراتيجي لقطاع البترول. من جانبه أشار نائب رئيس شركة شيل إلى أن الشركة تستعد لتطوير استراتيجيتها في مصر وتكثيف جهودها في ضوء حملة البحث والاستكشاف التي تجريها حاليا ونجاحها في تحقيق الكشفين المهمين من غرب وخوفو، بالإضافة إلى تنمية المرحلتين العاشرة والحادية عشر من مشروع غرب دلتا النيل العميق. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي وسط توقعات بأن يبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول بسبب استمرار التضخم. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.9% ليصل إلى 81.98 دولار للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.9% إلى 77.85 دولار للبرميل. كذلك تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.17% لتصل إلى 2.44 دولار للتر. هبطت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 6.86% لتسجل 2.6 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تراجعت الأسهم الأوروبية متأثرة بموجة بيع في أسهم شركات صناعة السيارات بعد أنباء عن رسوم جمركية صينية محتملة على السيارات المستوردة، فضلا عن بيانات التضخم البريطانية التي جاءت أقوى من المتوقع وألقت بظلالها على معنويات المستثمرين. وهبط مؤشر شركات صناعة السيارات الأوروبية بنسبة 1.9% لأدنى مستوى في أكثر من 3 أشهر، وانخفض المؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة 0.3%. وقد المؤشر فاينانشال تايمز البريطاني الخسائر في المنطقة بعد بيانات أظهرت انخفاض تضخم في بريطانيا بوتيرة أقل من المتوقع إلى 2.3% في أبريل، ما دفع المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على قيام بنك إنجلترا بخفض الفائدة للشهر المقبل. سجل التضخم في المملكة المتحدة تباطؤا كبيرا في أبريل متراجعا إلى 2.3% معدل سنوي، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2021 بفضل خفض في رسوم الكهرباء في البلاد، خصوصا بحسب المكتب الوطني للإحصاءات. وأوضح المكتب أن أسعار المواد الغذائية سجلت أيضا تراجعا واضحا حجبه جزئيا ارتفاع طفيف في أسعار المحروقات في أبريل، ويقترب المعدل المسجل في أبريل من الهدف الذي حدده بنك إنجلترا المركزي بنسبة 2%، إلا أن خبراء اقتصاديون يشددون على أن التراجع الحاصل أقل مما كان متوقعا. وبقي التضخم في المملكة المتحدة لفترة طويلة الأعلى بين دول مجموعة السبع بعد الجائحة، ووصل إلى 11% نهاية العام 2022، ما أثار أزمة كبيرة على صعيد القدرة الشرائية.